تزامناً مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، افتتح محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم عدداً من مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية بمديريتي زنجبار وخنفر. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير والزميل ردفان عمر. ثمن محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم جهود وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير نايف البكري لجهوده في إعادة الروح الرياضية للرياضة بأبين والرياضيين من خلال دعم مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية بأبين كمحافظة تعد حظنا للرياضة اليمنية ومنجما للنجوم والرياضيين. جاء ذلك خلال افتتاح مشاريع إعادة تأهيل عدد من المشاريع الرياضية بالمحافظة بالتزامن مع مناسبات وذكرى الثورة اليمنية التي تعيشها الجمهورية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها. محافظة أبين نبدأ اليوم في افتتاح عدد من المنشآت الرياضية الذي كانت الجهود الأكبر للأخ وزير الشباب والرياضة الأخ نايف البكري، وهو من الوزراء النشيطين وتفعيل النشاط الرياضي بعد أن واجهت المحافظة عددا من آثار الحروب المدمرة، وكانت جهود يشكر عليها وكذلك جهود مكتب الشباب والرياضة وكذلك رأس النوادي اليوم افتتاح في نادي حسان الرياضي وكذلك الملعب، والآن نحن في نادي حسان برضه خاص بالقطاع النسائي، والآن متوجهين نحو افتتاح ملعب برضه بجعار الملعب البيتي. وكان الأخ المحافظ قد قام بافتتاح مشروع إعادة ملعب البلدي بالعاصمة زنجبار ونادي حسان للأنشطة النسوية وسط ارتياح تام من قبل القيادات الرياضية في الوزارة والمحافظة لما تمثل هذه المشاريع في جوانب إنعاش الرياضة بأبين والدفع بالرياضة النسوية إلى الأمام، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزارة الشباب والرياضة والأخ المحافظ الذي تحقق الأبين مثل هكذا إنجازات وفي مختلف القطاعات تحت قيادته بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة. في نفس السياق وفي إطار اليوم الرياضي الذي تعيشه أبين احتفالا بأعياد الثورة اليمنية، قام الأخ المحافظ ومرافقه وبرعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ورعايته بافتتاح ملعب مشروع إعادة تأهيل ملعب البيتي وسط مدينة جعار بتكلفة إجمالية 38 مليون ريال كواحد من المشاريع الرياضية التي تنفذ بمساهمة من السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الشباب والرياضة. نقوم اليوم بافتتاح ملعب البيتي في جعار، كذلك قمنا بافتتاح ملعب نادي حسان ومبنى نادي حسان ذات الأغراض النسوية الرياضة النسوية، وإن شاء الله ننتقل الآن إلى الصالة الرياضية المغلقة لتسليم الموقع للمقاول. طبعا هذا المشروع ملعب البيتي تم التنفيذ بكلفة 38 مليون 32 مليون عبر وزارة الشباب والرياضة و6 مليون بتمويل من الأخ محافظة أبين، كذلك ملعب نادي حسان الرياضي الذي تم افتتاحه اليوم بكلفة 25 مليون وكذلك 6 مليون من المحافظة. وفي نهاية اليوم الرياضي تبادلت قيادة وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية دروع التكريم بالمناسبة، حيث قدم محافظ المحافظة درع الإنجاز لمعالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري تقديرا لجهوده في المساهمة نحو إعادة الحياة الرياضية لأبين، كما تسلم محافظ المحافظة لمساهمته في إنجاح جملة من المشاريع الرياضية على مستوى المحافظة. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.